اتفاق باريس حول المناخ، اتفاق كذا اللي تم إقراره ضمن منظومة الأمم المتحدة، الهدف منه هو تقليص من انبعاثات غازات الدفيئة اللي تتسبب في التغيرات المناخية، ثم معناها مساعدة الدول النامية على التأقلم مع التغيرات المناخية، معناها التقليص من تأثيراتها التغيرات المناخية وارتفاع معدل درجة الحرارة على سواء كان الأنشطة الاقتصادية أو الموارد الطبيعية وخاصة بالدول النامية. بموجب اتفاق باريس هو شنو التزام كل دولة؟ التزام كل دولة إنها تساهم في المجهود الدولي في ثلاثة مجالات. أول شيء التخفيف من الانبعاثات، ثم التأقلم مع التغيرات المناخية سواء كان الموارد الطبيعية أو الفلاحة أو الموارد المائية أو الأنشطة الاقتصادية، ثم التزامات مشتركة بين جميع الدول للمساعدة على تنفيذ المشاريع الوطنية والبرامج الوطنية في المجالات هذه في التخفيف والتأقلم. التزام تونس معناها تنفيذ الاتفاق باريس هو إعداد وثيقة وطنية تحدد أولوياتنا. الوثيقة هذه تم توجيهها معناها اللي هي في نفس الوقت حاجيات والتزامات وطنية، وتوا قاعدين نخدموا ونشتغلوا على تحديد البرامج كما نقولوا الفعلية لتحقيق الأهداف الوطنية بمقتضى اتفاق باريس حول المناخ. أنا نخير أنه ساعة التعهدات بتاع الحكومة التونسية نتكلم هي اللي تبني أساساً، يعني نرى اتفاق باريس ممكن نخلطوله وممكن نلتزموا به ولا هذاك. علاش نتكلم ساعة على الأهداف اللي حققناهم في تونس؟ أنا يظهر لي كمجتمع مدني وكنظرة خاصة بالجمعية التونسية للحركة في الطاقة أنه الأهداف اللي وضعتهم تونس من الجمهورية الأولى أنه 30% من الطاقات المتجددة في حدود سنة 2030 صعب البلوغ، هدف صعب البلوغ. هذه تعهدات لـ 2030 تقريباً. البرامج الحالية الموجودة واللي ملتزمة بها والمدرجة ضمن المخططات التنموية والمخطط انطلاقاً من المخطط 2016-2020 معناها تخدم هذه الأهداف، وإن شاء الله إذا كان المخططات التنموية التونسية معناها يتم تنفيذها بالنجاعة المطلوبة نتمكنوا من تحقيق التزاماتنا. هي برامج في طور التنفيذ واللي أو في مجال التأقلم، كي ناخذوا برامج تعبئة الموارد المائية، الاقتصاد في مياه الري وغيرها، هي أولويات وطنية، ولكن اتفاق باريس هو يمثل إطار لمزيد تأكيد على هذه الأولويات ويوفر إمكانيات خاصة لدعم القدرات وتمويل هذه البرامج. التزام تونس باتفاقية باريس غير ممكن تحقيقه، هو التزام غير جدي. أكيد هو ما هو إلا إعلان نوايا، وكأن تونس تحب توري روحها أنها تلميذ نجيب في المجال هذا، ما أكثرش من هذا. يظهر لي باش نوريه روحنا للعالم أحنا تلميذ نجيب ونصحوا على الوثيقة لا أكثر ولا أقل. 2030 نشوفوا حققنا اللي حققناه، واللي ما حققناهش نقولوا نعتذروا راهو ما نجمناش نحقوه لأسباب بعد طيقة على تقديمها. أول حاجة لازم يقوم بها المجتمع المدني أنه يتكاتف في منظومة واحدة، في هيكل واحد مع بعض. واليوم برشا جمعيات مشتة، برشا شبكات مشتة تاع جمعيات، يظل جاء الوقت باش هالشبكات الكل هذه تلتحم مع بعضها باش تقوم دورها كيف ما يلزم، باش تكون دورها فعال زادة على مستوى اتخاذ القرار السياسي. أنا بدي نقترح أنه هالشبكات هذوما الموجودين الكل، هالجمعيات الموجودين هذوما الكل يتحدوا مع بعضهم على خاطر في الأخر راهو الهدف واحد.